يلا نعمل سويتش اون للاير بلاين مود وقول لي ايه اكتر ثلاث حاجات بتخاف منهم؟ الطياره اصلا التعبين الكهرباء. في العيب بتستخدم اوبشن الاير بلاين مود بره الطياره يعني بتقفل موبايلك عشان محدش يكلمك؟ طبعا الاوقات اللي ببقى مخصصها ان انا اقضيها مع الاولاد. طب لما اكتر اكله بتحبها له الاس ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ ايه اكتر اكله مش بحبها؟ لا ما فيش حاجه معينه. ليك في الرنجه والفسيخ والحاجات دي؟ لا طبعا مستحيل. ما اللي بيحب الاس اكيد مش هيحب رنجه وفسيخ. مستحيل. اوكي دلوقتي هسالك سؤال لو جاوبت عليه في 3 ثواني ممكن ما اخليكش تنط عادي. بجد؟ لو جاوبت عليه ها؟ مين بتحب اغانيه اكتر حماية ولا تامر حسني؟ يلا الطياره هتطلع امتى؟ هما الاثنين. هنط برضه بس لا اجابات على السؤال والله بجد هما الاثنين بحب اسمع لهم جدا وهما الاثنين صحابي واخواتي وعشره عمر ومواقف وذكريات كثيره جدا. شوفك تحت بقى ان شاء الله. ان شاء الله ادعي لي بس. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ مبسوط جدا جدا جدا. شفت مصر من فوق جزيره الجفتون؟ شفت كل حاجه. هتجرب السكاي دايفنج تاني؟ بص احلى حاجه عملتها في حياتي. طيب اسالك سؤال، حفله لايف لانغام واحده لشيرين هتحضر واحده بس، هتختار مين؟ انت بتقول ايه؟ قول لي في اغنيتك خليك جنبي قلت كم مره خليك جنبي في الاغنيه؟ انا عايز اللي يبقى جنبي دلوقتي بس انا عايز اقول بلدنا حلوه جدا 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 جدا، المنظر من فوق حاجه سبحان الله، يعني حاجه يعني انا ما تخيلتش ان المنظر هيكون كده وما تخيلتش ان الموضوع ممتع بالشكل ده بصراحه. انا كنت خايف جدا بصراحه في الاول بس انا هعملها تاني وتالت وعاشر ان شاء الله، يعني لو الواحد ربنا اداله العمر يعني.